أن سيدنا جعفر الصادق لما وضع للمؤمن منهج بحيث لا يصيبه شيء في نفسه إلا إذا وجده في كتاب الله ليفرج كربة نفسه، وجد أن الزوايا التي تعكر على الإنسان أن يخاف من شيء مش كده، واللي يخاف من شيء يبقى شيء محدود معروف، أنا خايف من الشيء الفلاني، ولكن واحد يصيبه غم وهم لا يدري سببه، ما يعرفش، يقولك أنا والله مهتم كده من غير ما أعرف إيه يعني الله. إذن ففيه انقباض لا يعرف له إيه، لا يعرف له سبب. فيه مثلا واحد ناس عمالين بيكيدوا له ويمكرهم ويأتمروا به، فيه واحد بيحب الدنيا وعايز الدنيا تبقى عنده ويبقى كل دي مشاغل النفس البشرية، أن تخاف من شيء، أن تغتم من شيء، أن تشفق من مكر بك وكيد لك، أن تتطلب أمرا من أمور إيه الدنيا. فهو برضو اللي قال الحكاية بتاعته اللي قلناها زمان، اللي قال عجبت لمن خاف، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الدليل بقى، شوف استنباط الدليل، فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شوف دقة الأداء، بقول سمعت، سمعت الله مش بقى مش قريت، كأن الإنسان حين يقرأ قرآنا لازم لازم يتأكد أن الله يتكلم، ولما تسمع قرآن تتأكد أن الله إيه يتكلم خلاص. وجلال القديم يغطي على جدية الحادث، اللي بيقرأ قدامك حادث إنما بيقرأ كلام مين، يبقى جلال القديم يغطي على جدية الحادث، جلال القديم يغطي على جدية الحادث. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شو بقى؟ فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ثم بين لنا أنها ليست خصوصية، وكذلك ننجي المؤمنين، الباب واسع للكل، وكذلك ننجي. وعجبت لمن مكر به، يعني الناس قاعدوا يعملوا ايه ولم يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فاني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا، كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعاقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك.